طيب في الفيديوهين اللي فاتوا عرفنا الحاجات اللي بنشتغل عليها ماشي، وازاي قسمنا السترينج اللي داخل وكل الحاجات ديت والدي اف اس والكونستراكتورز والحاجات دي. دلوقتي بقى نتكلم على ايه؟ نتكلم عن البي اف اس. البي اف اس مفهوش تغيير كتير عن الدي اف اس، هو تقريبا نفس الكونسبت، يعني مش كونسبت مختلف، غير ان انا باخد النوتس بتاعتي ازاي. فدي هتفرق معايا في ايه؟ هنشوف دلوقتي. طيب اول حاجه، البي اف اس ديت بتشتغل على نفس الليست بتاعه اللي جاي بشتغل عليها الدي اف اس. فانا محتاجه اعمل كلير لكل حاجه، للباث والفول باث والنون فيزيتد ليست، ومفروض بقى اسيت الفيزيتد ليست كلها بصفار تاني، والمفروض ان انا اسيت كل النودز بريفيوس نود بتاعهم بنون تاني عشان مفيش حد يروح لحد وكده. ماشي ماشي، هنعمل بقى نفس الستبس اللي احنا عملناها في الدي اف اس. هنشوف فين مكان السورس نحطه في النود عندنا، ونقول الفاوند بتاعنا بيساوي صفر، ونقول ان النون فيستد هحط فيها اول حاجه السورس بتاعي، وعندي كاونتر للنود ان باث، وعندي كاونتر للنون فيستد ليست. ماشي، انا مش فاكره بصراحه احنا كنا بنعمل بيهم ايه حاليا، مع ان انا لسه كاتبه الكود من يومين، بس ماشي مش مهم. اللينس بتاع النون فيستد لو كان بصفر، او لو انا وصلت صفر، ده معناها ان انا ما لقيتش الديستنيشن بتاعتي وكده خلاص. ماشي، عشان بس بنعيد اللي احنا قلناه المره اللي فاتت. هنا بقى بنعمل ايه؟ نفس المره اللي فاتت بالظبط، باخد اول حاجه، اول اللي هو مكان اول حاجه في النون فيستد، وبعد كده بمسحها، وبعد كده بعلم ان انا روحتها، وبعد كده بعمل انسرت في الفول باث ان انا ايه، ان انا روحت للنود دي. طيب انا هنا لما بعمل انسرت هنا بقيت بعمل بالكاونتر اوف نود ان باث، يعني بالظبط اكني بقول append، بس انا ساعتها ما جاش في دماغي ان انا استخدم append، فانا عملتها بالكاونتر وعملت بالمنظر ده يعني. ماشي، وكل مره بعمل بلس بلس للحاجه، يعني بلس بلس للكاونتر دوت. ماشي ماشي، طبعا هنا عارفين احنا بنعمل ايه، لو لقينا ان احنا وصلنا للاي فخلاص الفاوند بتاعي بيساوي واحد وهبريك. طيب هنا بقى، المرة اللي فاتت كنا عاملين ايه؟ كنا شقلبين الدنيا، كان عندنا up و down و right و left، وكنا فوق مخليينها left و right و down و up. فاحنا دلوقتي عدلنا الدنيا. ليه عدلنا الدنيا؟ لان انا هنا كل مرة هعمل insert فيها او whatever هعمل ايه، مش هعمله من الاول زي المرة اللي فاتت، فالحاجة بتاعتي مش هتتشقلب. يعني لو دخلت لو كل القيم بتاعتي كانت كويسة، يعني دخلت في كل الإفات وكلهم كانوا تمام، فلا يخش لي أب، بعد كده إيه هلاقي إن أنا ب ب بانسرت في آخر الليست. تمام، ده الكاونتر للنون فيست ليست. أنا استخدمت انسرت بدل ما أعمل أبند، بس أنا ممكن أستخدم أبند عادي جدا، أو يعني موضوع أوقع بصراحة. فأنا دلوقتي عندي الأب دخل لي، طب ماشي، جيت أشوف الداون، فالداون دخلت لي وراها، جيت أشوف الرايت، الرايت دخلت لي وراها، جيت تشوف اللفت، اللفت دخلت لي وراها كده. ايه كده ما بقاش عندي اي مشكله في الترتيب، وكده مشيت على الترتيب صح. اوكي، نرجع بقى للكونديشنز اللي احنا كنا اتكلمنا عليها في الفيديو اللي فات، بس نفكركم بيها تاني. اول حاجه، لو انا لقيت ان انا هروح لنقطه او لاي، فانا كده هروح، ما عنديش اي مشكله. ماشي، طبعا مش ده بس، لازم كمان اشوف ان انا رايحه له الفيزيت بتاعه بيساوي صفر، يعني ما كنتش رايحه زورته قبل كده. تمام، يعني بس بتاع الحاجه اللي انا اروح لها بصفر، بلس ان انا ما كنتش حطيته في النون فيستد ليست بتاعتي. فلما اتاكد من الكونديشن دول، من الثلاث كونديشن دول، هروح اعمل ايه؟ هروح اقول له ان انا زودت في النون فيستد ليست بتاعتي. ماشي، وهروح اقول له البريفيوس نود بتاعتي هي مين، طبعا اللي هي النود، وهروح انسرت في النون فيستد ليست. هعمل الكلام دوت مع الاب والداون والرايت والليفت. جميل جميل، احنا كده المفروض نكون خلصنا الايه، البي اف اس، لان هو بسيط جدا، يعني هو نفسه دي اف اس بس على حاجه بسيطه. ماشي، في الاخر قلت النود دي بتساوي سيف دوت ديستنيشن، هو انا همسك مكان الديستنيشن فين، ولو لقيته هروح بقى اعمل نفس الحوار بتاع اللي انا باخد النود من previous نود، امشي previous 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 لحد ما اوصل لمين، لحد ما اوصل للاس بتاعتي. اوكي، وبعدين في الاخر هن return self path و self full path.
وكده بقى انا عملت البي اف اس. هو فرق ان البي اف اس عن الدي اف اس في طريقة ان انا بدخل الحاجات بتاعتي ازاي. في واحدة مثلا بدخلها على اساس ان هي ستاك، في واحدة بدخلها على اساس ان هي معرفش كيو، طبعا البي اف اس اللي هي كيو يعني، والدي اف اس اللي هي الستاك. فطريقة التدخيل بتاعتي عمل سيميوليشن للداتا ستراكشر اللي انا كنت استخدمها لو كنت شغالة سي بلس بلس او حاجة زي كده يعني. فبما ان انا هنا ما عنديش داتا ستراكشر فتصرفت بس كده. بي اف اس خلصت، هي اصلا كلها فكرتها في ان احنا ازاي نستخدم الليست.